صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. حديتو مغزل، حنا معطلين. 8:25 هذه ساره داخله مع 8:30. ساره ناعسه، انا غدا بها وهي ناعسه، غنهزها نعطيها للمعلمه، المعلمه غتهزها غتحطها في بلاصتها وغدوز ليها الامتحان في بلاصتها. هيك الخايبه. دونك اليوم النهار الراحه ديالي، ولكن هانتم النهار الراحه عندي سوار فايقة بكري والله. الا خرجت من الكراج وسديت الباب وكل شيء ووصلت للطوموبيل، نقول سارة ما عندي سوار ديال الطوموبيل. انا سمعت التليفون وقلت لها ايوا اعطيني سوار ديال الباب الفوق وطلع. وي قالت لي اعطيني سوار ديال الطوموبيل، نطلع للطوموبيل وسيري تجيب التليفون. قلت لها راه السوارت ديال الطوموبيل اللي ما عنديش. جميله. دونك غادي ندي صرصورتي للمدغاسة ونرجع عاد نوجد الغداء وندور. حنت قلت المدغاسة، هي قالت لك ولات قاورية. ويلي بنتي عندها مشكلة. تخلينيش نهضر بالفرنسي بعد خطرة تنهضر تقول لك واش ويلي واش وليتي قاورية؟ اوني اون فرونس تي اوبليجي دو بارلي فرونسي. عندي غلط؟ نو ما عنديش. دونك كنرجع عاد غنوض لديك الدار، وفي نفس الوقت نوجد الغديوه ديال اليوم وديال غدا. بنتي الحبيبه، دونك خليكم معنا، غادي نشاركوا معكم هذا المهير هذا. صافي البارح كان عيد ميلادي، اليوم حاسه براسي صافي. ديك كوم كاغ لا ايريك قال لك صاي اون اني اون بلوس صافي لور سور تي دو. اه وي سور تون دو تي دو. مش تعرفوني انا باقا ناعسة. يا بنتي الحبيبة حصلتك، واخا كون ما شفتكش دابا كنت غنشوف الفيديو ملي نكون صايب الفيديو. حصلتك يا الكلبة، يا الكلبة تحشميش. ورا غادي تديريهم غتخسريهم صح، توسعيهم وما غاديش ت اولاي طلع لها في الراس. طلعت لها في الراس هذه باش كت بوغ ايلارجير لو بالي. طلع لها في الراس، هي كتسمعي فوقاش دير لي باك. مي هانتي وريهم اجي نوريهم. لا ماشي وريهم السنان. شتي سنانها في الاول ما كانتش عندها هذه الفلجه هذه، دابا ولات عندها الفلجه لان ولا كيوسع ليها المشوار. دونك خليكم معنا تولي دي غوت كوم سا كوم فحال شي شارفه كتخرج الدونتي ديالها. دونك لقيتوني يلاه دخلت، حطيت ساره ودخلت، رجعت للدار، بدلت حوايجي، بس غير بيجاما، ولكن فما ضحكوا بيجاما مع سروال ديال الدجاج. دونك باش ما تشدش فيا الريحه ديال البصله الى اخره. دونك غادي نوجد معكم الملفوف او الكروم، غادي نعمرو بالكفته وبالروز. دونك خديت هنايا تكون ما كملاش في الحقيقه فايته رابعه، يعني ما كملاش نص كيلو، مي فايته رابعه. حنايا غنديرو، حتى انا غادي نديرو في الطاجين، فممكن نديروه في الكوكوط، ممكن نديروه في الطاجين، وممكن نديروه ايضا في الفران. دونك خديت داكشي اللي عندي، حيت فاش كندير الكفته في الكونجيلاتور كندير على حسب، كندير القياس، كندير على حسب النصبه. غادي نهبط لكم فوالا. دونك عندي هنايا الكفته، غادي نزيد عليها بصله صغيره، نزيد عليها بصله صغيره مشلطه صغيره مزيان، وغادي ندير معها الملح. غادي ندير خرقوم البلدي، ممكن نديرو التحميره انا ما عنديش. غادي ندير القزبر، انا غادي ندير شي القزبر، ايضا المعدنوس،
غادي ندير عليها شويه ديال ندير الكمون وغادي ندير القرفه نخلط هادشي مزيان غادي نزيد عليه الرز اللي سلقته يعني خليته تقطر مزيان من الماء حتى ما بقاش فيه الماء بصفه نهائيه يعني سلقت بزاف ديال الرز ما ناخذش هادشي كله تبقى الكمام الكفته غالبه انا كنخلط هادشي كامل وغادي باش يتجمع ليا مزيان غادي نزيد عليه بيضه باش نجمع الخليط يعني نتوما على حسب المقادير اللي غتكونوا دايرين لا كنتو دايرين بزاف ديال الكفته وبزاف يعني الحشوه تكونوا دايرين بزاف ممكن ديروا حتى جوج ديال البيضات ديروا الاولى تتجمعوا بها بعد من بعد ممكن يزيدوا الثانيه الا ما تجمعش لينا بما فيه الكفايه دونك ملي كتجمع ليا بحال هذا الشكل هذا عندي ديجا الكروم راني سلقته ولكن كنديروا له غير نص سلقه ما كنسلقوش كيبقى شاد راسو يعني ما خصوش يكاع يهرى ليا كنسلقوه في شويه الماء شويه الملح كيبقى لي على هذا الشكل هذا باش نقدر نشكلو كيف ما بغيت الا سلقته بزاف ما غاديش نبقى نقدر نشكل فيه دونك من بعد غادي نحط غادي نبقى نشد الورقه هذه اللي هاد اللي كيبقى لي قاص حنايا انا كنحيدو وغادي نشد الصراحه المعلقه احسن وغادي نحط فيه المقدار اللي بغيت غادي نلوي عليها بحال هكا ندير الصبع ديال الكفته بحال غندير الصبع ديال الكفته هذا غادي نحطو بحال هكا نبقى نوجدو بحال هكا نقادو انا ما كانتش عندي الكرم كانت بقات ليا نص حيتاش كنت طايبت به الطعام وداك النص اللي بقى ليا يعني الورقه مع كنت قطعتو كاينه اللي تقسمت ليا هكا رقيقه طويله كاينه اللي بقات ما بقاوش ليا كله عامر هو من الاحسن يكون بحال هكا عامر انا حيت بقى ليا هذا قلت علاش نخليه يضيع اللهم نستعملوه في ندير به هاد هاد الوصفه هذه ديال الكرم معمر فوالا فوالا ساليت التعمار بقات لي الكفته وكيف ما قلت لكم انا كانت عندي غير نص ديال الكرومبه يعني عطاني هذا الشكل هذا صغار
ما بغيتش نبقى نلعب بهادو. كانت عندي واحد الفلفله مازال في الثلاجه شديتها عمرتها بداك الشيء اللي وقع لي ديال الكفته، حتى هي غادي نديرها معاهم. انا غنديرو في الطاجين، كان ممكن نديرو في الفران، مي غادي نديرو في الطاجين. غندير شويه ديال الزيت في الطاجين وغادي نستفهم بحكم اننا ما دايرينش ديجا الزيت في الحشوه. غادي نستفهم هنايا وغادي نحطهم على نار مهيله ديالي اولا الملفوف معمر بالكفته واجد. انا كتعجبني الصراحه المطيشه في الطاجين، الا لاحظتوا اي مره كندير طاجين كندير دبيبره ديال المطيشه من الفوق، كتعجبني لهذا علاش ضفتها. هذه الفلفله اللي عمرت بالكفته اللي بقات لي اللي دخلتها للفران ضفتها فوق من يعني ضفتها مع الطاجين، وهذا الشيء كيبقى اختيار يعني المطيشه كتبقى اختياريه سينو غير يعني غير الملفوف معمر بالكفته سواء في الطاجين سواء تدخلوه الفران. انا درت شويه ديال الزيت كما شفتوا، ولكن ضفت واحد الكويس صغير ديال الماء باش ما يتحرقليش وباش ما يتلصقليش. وفوالا